مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم من جديد في هذه التغطيه الخاصه. كشفت وزاره الصحه والسكان عن اسباب ارتفاع عدد الاصابات اليوميه لكورونا لاكثر من 45% من الاصابات. الحقيقه ان معظم الاصابات متمثله في متحور اوميكرون، وبياتي في المرتبه الثانيه متحور دلتا. في هذا السياق أكد الدكتور حسين حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أكد أن ارتفاع الإصابات اليومية بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية وأيضا استهتار المواطنين بغذاء الكمامات إلى جانب النظافة الشخصية بالأيدي، وأكد أن 80% من الإصابات بسيطة ومتوسطة ولا يوجد خطورة من أوميكرون. أضاف أيضا أن هناك تراجع كبير في نسب الدخول للمستشفيات، بلغت نسب الإشغال 40%، بينما تراجعت نسب الحجز الداخلي بنسبة 60%، وأضاف أنه لا يوجد متحورات جديدة. تابع أيضا أن معدل انتشار متحور أوميكرون سريع جدا، حيث أن الشخص من الممكن أن يصيب من 10 إلى 12 شخصا آخرين حتى لو لم يظهر عليه الأعراض في الأماكن المغلقة. هو ما أدى للانتشار في أماكن مغلقة والتواصل بين الأشخاص في أماكن العمل والدراسة. الأعداد في مصر ازدادت بسبب متحور أوميكرون، وأكد أن الزيادة بعد الانخفاض المؤقت في الأعداد بتعتبر أمواج ارتدادية نتيجة المتحور نفسه وأيضا نتيجة معدل انتشاره على مستوى العالم. متحور أوميكرون موجود في مصر، ونظرا للطقس البارد فإن هناك أعراض الإصابة بالإنفلونزا ويوجد تداخل بين الأعراض، لدرجة أن الأشخاص لا يعرفون هل يعانوا من متحور أوميكرون أم من الإنفلونزا. أيضا قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن مصر بتشهد ارتفاعا في إصابات كورونا خلال الفترة الماضية، وناشد المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية. وحول إصابة الأطفال، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أن كورونا يصيب كل المراحل العمرية، لكن كالعادة يعني الموجات السابقة وكعادة الموجات السابقة بتكون شدة الإصابة في المراحل السنية الصغيرة أقل، مؤكدا أن تحليل البي سي آر بيكشف مدى الإصابة بمتحور أوميكرون. بالنسبة لأعراض المتحور، متحور أوميكرون لو هنتكلم عنها فهي أقل شدة من دلتا، ولكن في حالة عدم التلقيح قد تستدعي الحالة دخول المصاب إلى المستشفى، موضحا أن أعراض أوميكرون الشائعة بتتمثل في صداع، رشح، إلى جانب أيضا صعوبة في البلع وألام الحلق والإعياء، بينما الأعراض الأقل شيوعا فبتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والنادرة بتتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق. أيضا وجه رسالة إلى المواطنين وأكد أن يعني أي شخص بيشعر بأعراض برد بالضروري أنه يتعامل احترازيا على أنه مصاب بكورونا ويخضع للعزل المنزلي مع التغذية الجيدة إلى جانب تناول الفيتامينات والخروج من العزل عقب 5 أيام بشرط ارتداء الكمامة. شدد أيضا المتحدث باسم الصحة على التباعد الاجتماعي، التغذية الجيدة إلى جانب ممارسة الرياضة وارتداء الكمامة للوقاية من كورونا، متوقعا استمرار الموجة الحالية لمدة 4 أو 5 أسابيع. الحقيقة إن وزارة الصحة والسكان بتواصل بتأكيد رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أول بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها طبعا الخط الساخن 105. خلوني مرة أخرى أعيد على حضراتكم تفاصيل هذه التغطية، والحقيقة أنه يعني وزارة الصحة والسكان أعلنت عن أسباب ارتفاع عدد الإصابات اليومية لكورونا لأكثر من 45% من الإصابات. قالت أن معظم الإصابات متمثلة في متحور أوميكرون، وفي المرتبة الثانية بيأتي متحور دلتا.
في هذا السياق، أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أكد أن ارتفاع الإصابات اليومية بيأتي بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية، بسبب استهتار أيضا المواطنين بعدم ارتداء الكمامات والنظافة المتعلقة بالأيدي. كما أكد أن 80% من الإصابات بسيطة ومتوسطة ولا يوجد خطورة من أوميكرون. أضاف أيضا أن هناك تراجع كبير في نسب الدخول للمستشفيات، وبلغت نسب الإشغال 40%، بينما تراجعت نسب الحجز الداخلي بنسبة 60%، وأضاف أنه لا يوجد متحورات جديدة. تابع أيضا أن معدل انتشار متحور أوميكرون سريع جدا، حيث أن الشخص من الممكن أن يصيب من 10 إلى 12 شخص آخرين حتى لو لم يظهر عليه الأعراض، وأيضا أدى الانتشار في الأماكن المغلقة والتواصل بين الأشخاص في أماكن العمل والدراسة إلى زيادة الأعداد. الحقيقة أنه الأعداد في مصر ازدادت بسبب متحور أوميكرون، والزيادة بعد الانخفاض المؤقت في الأعداد بتعتبر أمواج ارتدادية نتيجة المتحور نفسه ومعدل انتشاره أيضا على مستوى العالم. متحور أوميكرون موجود في مصر، ونظرا للطقس البارد فإن هناك أعراض الإصابة بالإنفلونزا وتداخل بين الأعراض، لدرجة أن الأشخاص لا يعرفون هل يعانوا من متحور أوميكرون أم من الإنفلونزا. أيضا قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن مصر بتشهد ارتفاعا في إصابات كورونا خلال الفترة الماضية. ناشد المواطنين بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا وضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية. وحول إصابة الأطفال قال المتحدث باسم وزارة الصحة: كورونا يصيب كل المراحل العمرية، لكن كعادة الموجات السابقة بتكون حدة الإصابة مع المراحل السنية الصغيرة أقل، مؤكدا أن تحليل البي سي آر بيكشف مدى الإصابة بمتحور أوميكرون. بالنسبة أيضا لأعراض متحور أوميكرون، فالأعراض الأقل شدة من دلتا، لكن في حالة عدم التلقيح قد تستدعي الحالة دخول المصاب إلى المستشفى، موضحا أن أعراض أوميكرون الشائعة بتتمثل في صداع إلى جانب رشح، صعوبة في البلع وألام في الحلق وإعياء، بينما الأعراض الأقل شيوعا فبتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، ونادرة بتتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق. أيضا وجه رسالة إلى المواطنين وأكد أن من يشعر بأي أعراض برد من الضروري أن يتعامل احترازيا على أنه مصاب بكورونا، ويخضع للعزل المنزلي مع التغذية الجيدة وتناول الفيتامينات والخروج من العزل عقب 5 أيام بشرط ارتداء الكمامة. شدد أيضا المتحدث باسم وزارة الصحة على ضرورة التباعد الاجتماعي والتغذية الجيدة وممارسة الرياضة إلى جانب ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا، متوقعا استمرار الموجة الحالية لمدة 4 أو 5 أسابيع. طبعا في النهاية بالتأكيد بتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أول بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة أيضا بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وانتظرونا في متابعات وتغطيات جديدة.